خلينا نتكلم مع حضراتكم كمان عن الصحف العالمية وقالت ايه عن نهائي الاحلام زي ما بيقولوا، نهائي كان اكتر من رائع ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني. نتكلم على النهائي طبعا ما بين المنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي. هنبدا باسبانيا، صحيفه ماركا الاسبانيه اتكلمت طبعا يعني التباين ما بين مشاعر الفرح والحزن، تحديدا طبعا الصحيفه الاسبانيه اتكلمت عن فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب الاسباني 2-1، وركزت على هزيمه المنتخب الاسباني امام المنتخب الفرنسي 2-1 يعني بهدف مثير للجدل. حضراتكم يمكن المتابعين ان كيليان امبابي احرز الهدف الثاني او هدف الفوز للمنتخب الاسباني من لقطه يعني اثير الجدل فيها بشكل كبير جدا، هل هي تسلل؟ هل الهدف قانوني؟ ويمكن اللي تابع المباراه شاف قد ايه ان الحكم يمكن وقف لبعض الثواني كده واكد صحه الهدف. هنتكلم عن ده كمان هنا في المحترف ونعرف قوانين التسلل الجديده في كرة القدم عاملة ازاي. الجريدة كتبت انهم يحملون كرة القدم فيه، طبعا ده في اشارة ان منتخب فرنسا حقق الفوز بالعافية، ده طبعا جريدة ماركا الاسبانية. كمان اهتمت هذه الجريدة بتصريحات البرازيلي نيمار بشأن رغبته بالاعتزال الدولي، وكتبت نيمار: لا اعرف ان كنت طبعا سأحصل على القوة المناسبة للاستمرار. يمكن عايز اقول لحضراتكم ان نيمار قال في بعض التصريحات ان هو بحلول او بنهاية كأس العالم 2022 سوف يعتزل اللعب على المستوى الدولي، طبعا مش على المستوى العام لكن على المستوى الدولي. النهارده كمان يمكن اتكلمت عن تعاقد السلبي مع هنتكلم على نيمار بالتفصيل برضه هنا معانا في المحترف، لكن زي ما بقول لحضراتكم نيمار بهذا التصريح اثار برضه بعض الجدل على مستوى حتى في البرازيل، وحضراتكم عارفين قد ايه نيمار قوه ضاربه في المنتخب البرازيلي، ويمكن كمان تصفيات امريكا الجنوبيه، وطبعا وصول شبه تام لمنتخب البرازيل لكاس العالم الجاي. طيب نروح لصحيفه سبورت الاسبانيه اللي ركزت على هزيمه المنتخب الاسباني امام المنتخب الفرنسي 2-1 في نهائي دوري أمم أوروبا، طبعا بهدف إمبابي زي ما قلت لحضراتكم الهدف اللي أثار الجدل الكبير. الصحيفة كتبت: غير عادل، يعني ده على هدف طبعا إمبابي في الفوز للمنتخب الفرنسي. كتبت الجريدة: غير عادل، سقط فريق أسباني رائع أمام المنتخب الفرنسي بطريقة فاضحة وهدف تسلل لإمبابي. موندو ديبورتيفو الأسبانية كمان ركزت على طبعا أكيد فوز المنتخب الفرنسي بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد انتصاره على منتخب أسبانيا 2-1 وهدف تاني هدف إمبابي المثير للجدل، وكتبت: يعني تقنية حكم الفيديو توفر الدعم، وكتبت كمان علامة استفهام على هدف إمبابي. يمكن الإكيب الفرنسية اتكلمت كمان على فوز المنتخب الفرنسي واحتفالات فرنسا تحديدا بهذا الفوز الكبير. الإكيب الفرنسية ركزت على هذا الفوز بلقب طبعا دوري الأمم الأوروبية بعد انتصار فريقه في المباراة النهائية أمام المنتخب الأسباني 2-1 وكتبت: كأس آخر في المنزل. لو باريزيان دي صحيفة فرنسية كمان بتصدر غلافها صورة الديوك، طبعا صورة الفريق الفرنسي لحظة حمل كأس دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: انتصار الزر الجميل، طبعا في إشارة لفوز منتخب فرنسا بطبعا دوري الأمم الأوروبية. نروح لإيطاليا، كورييري ديلي بورت الإيطالية ركزت كمان زي ما بقول لحضراتكم على هذا الفوز الكبير، فوز منتخب فرنسا على المنتخب الإيطالي، وكمان ركزت على فوز منتخب إيطاليا واحتلال المركز الثالث في هذه البطولة والفوز على المنتخب البلجيكي 2-1، وطبعا قالت أن إيطاليا مستمرة، أعتقد إيطاليا أو منتخب الإيطالي قدم مباراة أكثر من رائعة بيفوز على المنتخب البلجيكي 2-1، ويمكن بعض يعني الخسارة في مباراة قبل النهائي أمام المنتخب الأسباني، كتير من الناس قالوا أن المنتخب الإيطالي بدأ التراجع النسبي في أدائه،
بعد 37 مباراة بدون هزيمة، يلقى المنتخب الإيطالي هزيمة أمام المنتخب الأسباني، لكن الرجوع بقوة، الرجوع بشكل أكثر من رائع أمام فريق أعتقد فريق من أفضل الفرق على مستوى العالم على مستوى النجوم، يعني يسمى بالجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي، لكن قدر طبعا روبرتو مانشيني وكتبته الفوز عليه 2-1 والحصول على المركز الثالث. الصحيفة كمان يعني يمكن اهتمت بتألق فيكتور أوسين ده لاعب نابولي والمنتخب النيجيري خلال فوز منتخب نيجيريا على أفريقيا الوسطى، وتألق هذا اللاعب من خلال المباراة وإحرازه لهدف، وكتبت أوسمين القصص الخيالية لا تتوقف أبدا. زي ما بقول لحضراتكم كان الاهتمام كبير جدا جدا بدوري أمم أوروبا، وخاصة على صعيد المباراة النهائية ما بين المنتخب الفرنسي اللي قدر مش هقول بجدارة ولكن بالحنكة بالخبرة بالنجوم الكبار الموجودين في الفوز على منتخب قوي جدا، لعب مباراة أكتر من رائعة المنتخب الأسباني، ولكن ينقصه الخبرة، ينقصه بعض اللاعبين النجوم الكبار اللي ممكن يترجموا الاستحواذ ويترجموا جمال الأداء إلى أهداف. هنعرف كل ده مع حضراتكم في الفقرة اللي جاية، مع طبعا يعني تغطية كاملة لأحداث ونهائي ومباراة القمة، مباراة النهائي في الدوري دوري الأمم الأوروبية ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأسباني، لكن بعد الفاصل.